واش اخوش معكم امين سكليبي. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد اللي انا متاكد ان شاء الله غيعجبكم. المهم بزاف ديال الناس سولوني على الخدمه ديالي، سولوني بشحال كنتخلص. اليوم في هذا الفيديو هذا غنشارك معكم نهار من الخدمه ديالي وغنقول لكم فاش خدام واش كندير في خدمتي وبشحال كنتخلص. خليكم معنا حتى الاخر ديال الفيديو الخوش، وما تنساوش ديروا بارطاج ولايك. المهم الخوت كيما كتشوفوا انا وصلت للخدمه دابا. هذه هي الشركه سميتها امازون، هاتكم كيما كتشوفوا راه الدخله ديالها. المهم راه غندخل غناخذ واحد الكروسه بحال هذه كيما كتشوفوا الدري، راه هو وراه ديك الكروسه فيها بحال قلتي دوك الديليفري اللي غديليفريهم في النهار ديالك. وبالنسبه للوقت كتعزل انت الوقت اللي بغيتي، يعني كاين 3 السوايع ساعتين فهمتي، كاين 4 السوايع يعني كل وقت والثمن ديالو. كما كتشوفوا اخوت راه بزاف ديال الطوموبيلات اللي جايين هنا باش ياخذوا السكيدجول ديالهم اللي هو التوقيت ديال الخدمه ديالهم. المهم انا نوريكم الكروسه اللي جات فيا الان. المهم الخوت ها امازون كيفاش دايره من الداخل، كما كتشوفوا الناس كيوجدوا الباكجات واللعيبات، هادو هما اللي كيوجدوا لنا الكرارس باش كنديهم حنا نديليفريهم. وهاد الدراري راه شادين الصف تا هما عندهم خدمه. هذه هي الطوموبيله اللي كنخدم بها امازون، راه هي هايبريد كما كتشوفوا وكتسيفي عليا بزاف في ليسانس وداك الشيء. كما تشوفوا دابا ليسانس غالي الصراحه راه نافعاني. الشركه الخوت هي امازون اللي هي انتم كتشوفوها قدامكم، هذه هي الشركه ديال امازون، هي راه معروفه عالميا كيديروا فيها الديليفري واللعيبات وداك الشيء، يعني كنديليفريو تقريبا للمدن كامله اللي كاينين في امريكان هنايا. المهم هاد الخدمه اللي كنخدمها انا تقريبا فليكسيبل. فليكسيبل معناها انها ماشي عندها واحد الوقت، يعني انا اللي كنعزل الوقت وقت ما بغيت نخدم، يعني وكيكونوا عاطيني هما واحد التوقيت ديال يا اما ساعتين 3 السوايع 4 السوايع 5 السوايع كتعزل منهم حتى اللي بغيتي، يعني في وقت ما بغيتي وكتخدمهم وكيكونوا كاتبين لك الثمن باش غتخلص في البدايه. يعني حاليا هذا البلوك اللي خديت دابا انا حاليا فيه 4 السوايع وخديته ب $200، يعني 4 السوايع $200 هي تقريبا $50 الساعة اللي شي حاجة زوينة. مشيت جبت الكروسة الخوت من الداخل ديال الوير هاوس، ها هي الكروسة ديالي، عطاوني تقريبا 17 باكج الخوت، ها انتوما 17 حاجة هاي كيما كتشوف. يعني في هاد 17 باكج الخوت عطاوني واحد المدينة سميتها فريمينغهام، يعني بعاد بواحد نص ساعة تقريبا ولا مع شي ساعة الا ربع من هنايا، يعني غتاخذ لي تقريبا ساعة الا ربع، وعاد ديك الساعة غادي نشوف كل دار فين كاينه ديك الساعه لادريسه ديالها وغنشوفوا واش نكملوها. وكما الخوت نسيت ما قلت لكم واحد القضيه، هاد الخدمه هادي واخا عاطيني فيها 4 السوايع ديال الخدمه، يعني الا كملتها غير في ساعه غنتخلص على 4 السوايع، كتاخذ $200 كامله، يعني ماشي ولا كملتها في 4 السوايع راه كتاخذ $200، يعني هادي باش عجبتني هاد الخدمه الخوت. المهم غنبداو باول باك، اول حاجه كنديرها الخوت هو كنستف هاد الباكجز كاملين وسط الطوموبيل. كما كتشوف الطوموبيله تبارك الله المالا ديالها كبيره، يعني كنستف الباكج. هذه الزيت ديال البيضة المهم الخوت واحد الحاجه نسيت ما قلتهاش لكم، كما كتشوفوا هاد امازون تقريبا اي واحد يقدر يخدمها، خاصك غير بيرمي، يعني ماشي ضروري تكون قاري ولا تكون خاصك شي ديبلوم ولا شي لعيبه باش ديرها، يعني غير تكون عندك طوموبيله وبيرمي ويكون الراكورد ديالك نقي راه يقبلوك. المهم كما كتشوفوا الخوت هانتوما راه دريات دراري، راه تقريبا كلشي كيخدم هاد الخدمه هادي لحيت فليكسيبل وكتقدر تخدمها وقت ما بغيتي. بحال دابا الدريات كيكونوا عندهم وليدات لعيبات بحال قلتي كيخليو ولادهم يبداو من المدرسه ويمشيو يخدموا واحد 3 السوايع ويرجعوا يهزوا ولادهم ويمشيو للدار فهمتي. دراري كيكونوا خدامين شي خدمه ولا كيقراو ما عندوش الوقت باش يخدم النهار كامل، كيجي يضرب 3 السوايع كيجيب واحد البركه صافي وكيزيد في حالاته. المهم هادشي باش زوينه هاد الخدمه هادي. والمهم الخوت راه ماشي هادي هي الخدمه اللي كندير بوحدها، راه كندير واحد الخدمه اخرى راه كتعرفوها 100% اوبر اللي كاينه كانت في المغرب وواقيلا راه حيدوها على ما سمعت، وراه كاينه في فرنسا وكاينه في الدول تقريبا كامله حتى هي كنديرها مره. كنت كندير الطاكسي الساعه ما بقاش عاجبني لحيت القضيه هاد اوبر قتلات الطاكسي الصراحه ديال بصح، حتى واحد ما بقى باغي يركب في الطاكسي كلشي اوبر لحيت رخيصه شويه. المهم هادو هما الخدام اللي كندير. علاش كنديرهم؟ لحيت كتخدم وقت ما بغيتي الخوت، بحال بغيتي تهبط للمغرب كيعطوك سير ورجع وبدا خدمتك عاوتاني من جديد، يعني ساهله الخدمه فيها واش فهمتيني ولا لا. عندك شي حاجه بغيتي تقضيها صافي غير كطفي لابليكاسيون صافي وكتمشي تقضي الغرض، بغيتي تسافر
مريض ما فيك ما تخدم صافي ما كتخدمش، ماشي بحال خدمتي شي خدمه اخرى اللي كتولي ريكوايرد انك خاصك تمشي للخدمه وما تقدرش تمنك، ولا بغيتي تمنك خاصك تعيط للخدمه وتعلمهم، ولا بغيتي تسافر ما كيفوتوش لك 3 السيمانات ديال الكونجي. يعني انا داكشي علاش او خوت كسيده كسيده الخوت شي واحد لقر. You're welcome, no problem. I know it's windy, yeah. المهم الخوت كتخطنا دير معنا كسيده كما كتشوفوا، ولكن عتقنا لها الكروسه ديالها كاين البرد شويه داكشي علاش الكروسه ديالها هربات. المهم الخوت كما كتشوفوا حنا دابا راه شادين الطريق ان شاء الله، عندنا 40 دقيقه باش نوصلوا ان شاء الله للديليفري الاول. كما قلت لكم راه بعض المرات كيكون ديليفري قريب وبعض المرات كيكون بعيد، يعني على حساب شحال من بوكس عطاكم. الى عطاوكم بحال قلتي 40 بوكس 30 حتى 45 بحال هكاك كيكونوا ديليفريات وحده قريبه لوحده، والا عطاوك غير بحال قلتي 15 10 في 4 السوايع ولا 5 السوايع كيكونوا شويه بعاد، فهمتيني ولا لا؟ يعني كتكمل. ولكن اغلبيه الخوت واخا الشيفت عاطينا فيها 4 السوايع انت ضروري كتكملها في واحد 3 السوايع هي القليله وكتخلص في 4 السوايع، واخا تكملها قبل ضروري كتخلص في سوايع كاملين اللي عزلتي في الاول. يعني وتقدر دابا مع دابا انا خديت انا بلوك مع الخمسه من الخمسه في 4 السوايع 6 7 8 تقدر تاخذ بلوك اخر عاوتاني في واحد ساعتين ولا 3 السوايع على حساب التوجه داك. يعني تقدر تبدا من الصباح وانت خدام الخدمه ديال امازون كما قلت لكم راه فيها جوج انواع. النوع الاول الخوت هو انك كتخدم معاهم في الشركه همايا كتولي محسوب عليهم يعني بلاسيرونس ديالهم وبكلشي، وكيعطوك الطوموبيله ويخلصوا لك ليسانس ويخلصوا لك كلشي، ولكن المشكل ديالها انك كتولي عندك بحال قلتي اونبلوا انك خاصك تخدم معاهم في واحد الوقت معين بحال قلتي من 8 الصباح حتى 6 العشيه ولا المهم واحد 8 السوايع ديالك غتخدموا معاهم. اما الخدمه اللي داير انا الخوت فليكسيبل، علاش مسمينا فليكسيبل؟ لحيت انك كتخدم وقت ما بغيتي، بحال قلتي كيلوحوا لك في السكيدجول واحد 3 السوايع ولا 4 السوايع كتعزلهم، بغيتي تعزلهم هي هذيك ما بغيتيش تعزلهم هي هذيك، يعني ما كاينش مشكل. ولافونتاج الخوت ديال هاد فليكسيبل ان اول حاجه انك كتخلص احسن من الاخرى، يعني كتكون فيها فلوس احسن. ثاني حاجه انك كتخدم وقت ما بغيتي، يعني ما كتبقاش حاصل مع الوقت انك خاصك ضروري تمشي للخدمه، يعني بغيتي تخدم هي هذيك ما بغيتيش تخدم هي هذيك. ثالث حاجه ما كايناش ثالث حاجه، المهم هادشي اللي كاين. المهم الخوت وصلنا للادريس الاولى كما وريتكم في الاب، الدار ها هي راه هي اول دار غنديليفري لها ان شاء الله البوكس الاولى. المهم راني مرتب داكشي كما قلت لكم قبيله في الماله، راه غنمشي لهم نيشان ان شاء الله. هذه النمره 4 الزيروات 4 الزيروات، المهم كما كتشوفوا كنحطهم هنا. ها هي الدار النمره 60 انسكانيوها. هذا هو اخر ديليفري ان شاء الله، بقات لينا الديليفري ان شاء الله ونشوف حالتنا لديورنا. كملت الشيفت الحمد لله في 3 السوايع، انا نورمالمون كانوا عندي 4 السوايع ولكن كملت قبل بساعه، يعني الحمد لله صورنا بحال قلتي 200 دولار في 3 السوايع اللي هي واحد 65 دولار في الساعه، راه شي حاجه اللي زوينه. ودابا باقي الحال الحمد لله يلا شي 7 ولا ما عادش يلا شي 7 وقسم بحال هكاك غنمشيو نديرو اوبر ولا نديرو شي بيتزا ديليفري ولا شي لعيبه ونطلعوا نهارنا والحمد لله الامور تكمل كما كانت. يلا جينا نكملوا معنا الديليفري و ها انتم كما كتشوفوا شوف 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 زومي زومي على داك الشجار وداك شو الخوت شو هو الخلا والقيفار منك للغابه خرج لك شي دب باش غتفاري معاه. اقول لي ما عندك واش غاطيد داك ولا رجلك وغاتزيد. وهاد البلايص باش كيعجبوني الصراحه ديور واعرين الخوت كبار، يعني غير الاغنياء اللي كيسكنوا هنايا، صعيبه باش تجي تسكن هنايا يعني صعيبه بزاف. يعني حنا الناس الضعفاء كما قلنا راه مخبينا على الشتاء. نسيت اخوت ما قلت لكم واحد الحاجه بالنسبه لهاد الصاين ديال امازون اللي كتشوفوا هنا كيما شوه راه مكتوب امازون، وبالنسبه لهذا السهم هذا اللي كتشوفوا راه جاي غير من ا حتى لزيد يعني ما كملش الاخر. هذه المعنى ديال اخوت بغيت نفيدكم بواحد المعلومه ان امازون كديليفري من الالفابي ا حتى الالفابي زد اللي هي عندها اي حاجه كتبدا من ا حتى لزيد، يعني اي حاجه بغيتيها كتلقاها في امازون. تهلاو في ريوسكم ونشوفكم في شي فيديو اخر، وما تنساوش الخوت ديروا بارطاج ولايك للفيديو. يلاه تهلاو في ريوسكم.